أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة كافة التطورات والمستجدات. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة لتركيا، حيث التقى خلال الزيارة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما ترأس الزعيمان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وشهد الزعيمان أيضا التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة للقيام بزيارة رسمية للجمهورية التركية تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. ولدى وصول سيادته أنقرة، كان في استقباله الرئيس رجب طيب أردوغان وكبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية. وقد حرص الرئيس التركي على اصطحاب السيد الرئيس إلى القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية. وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. شكرا عسكر.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة السيد الرئيس لتركيا أتت في إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين والبناء على زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر فبراير من العام الجاري، وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين مصر وتركيا، سواء ثنائيا أو على مستوى الإقليم الذي يشهد تحديات جمة تتطلب تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات منفردة مع الرئيس أردوغان أعقبها رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات مع إيلاء أهمية خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في الفترة القادمة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين. هذا وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات. كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشترك. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس العاصمة التركية أنقرة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن، حيث كان على رأس مودعي سيادته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في أنقرة عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا سعادته بالقيام بأول زيارة لتركيا بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين، مؤكدا للشعب التركي أنه يحمل له من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير في ظل الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي المشترك. أعرب لفخامتكم في البداية عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، كمؤكد سعادتي بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا، وأقول للشعب التركي الشقيق إنني أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير. كما ترأس الرئيس السيسي مع الرئيس التركي الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وأكد الرئيس السيسي أن الاجتماع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جميع المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة. كما شهد الرئيس السيسي ونظيره التركي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين. خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموا مضطردا، فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع. وفي ظل الرغبة الصادقة للبلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، فقد سعدت اليوم والرئيس أردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا.
وقال الرئيس السيسي إن المباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكدت أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم وبيع منتجاتهم في مصر والتصدير للخارج. تناولت مباحثاتنا كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم وبيع منتجاتهم في مصر والتصدير للخارج. وقال الرئيس السيسي إن ما تعيشه المنطقة والعالم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس أردوغان سبل التنسيق والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة في كارثة غير مسبوقة قاربت على العالم. إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا، ومن هذا المنطلق ناقشت مع فخامة الرئيس أردوغان سبل التنسيق والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة في كارثة غير مسبوقة قاربت على العالم. أكد الرئيس السيسي وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا التعاون المستمر بين مصر وتركيا منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل. حيث يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق أهلا ومرحبا بك، وفي البداية كيف تابعت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا؟ لا شك أن هذه الزيارة زيارة تاريخية، ذلك أنه يعني لقاء الكبار، لقاء ما بين الثقل الاستراتيجي والحضاري للدولتين الكبيرتين، وتصور أن يعني هذا الثقل الحضاري والاستراتيجي والسياسي بين القاهرة وأنقرة، هذا اللقاء وذاك التلاقي كله آثاره وآثاره المثمرة وتداعياته الإيجابية في تحقيق ذلك الاستقرار المنشود التي طالما تريده الدولة المصرية، وهو من سمت سياساتها الخارجية. وهذا اللقاء يعني بيدشن ويعطي ويبني هذه الأرضية الصلبة، أرضية صلبة للتنسيق الاستراتيجي في مختلف القضايا والملفات، وكذا بيعطي يعني دفعة قوية ودفقة كبيرة لمزيد من الزخم الكبير لمجالات التعاون، التعاون الاقتصادي، الاستثمارات البينية ما بين البلدين. أيضا يعني بيمثل هذه العلاقات ووثائق القربة
وهي علاقات تاريخية وجغرافية ثقافية وحضارية، وهي معروفة لا شك في ذلك. لكن هذه الزيارة زيارة فخامة الرئيس السيسي لتركيا بعد زيارة الرئيس التركي للقاهرة، أتصور أنها يعني بتدشن أو تشي بمرحلة مفصلية جديدة في تاريخ هذه العلاقة، في فصول هذه العلاقات السياسية، وذاك التلاقي على مستوى القمة السياسية أتصور في تقديري بيحقق هذا التقارب في كل ملفات المنطقة. كما أكد الرئيس السيسي وجد هذه الرؤية، رؤية التركية تتلاقى مع الرؤية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار، في ضرورة أن تتوقف هذه المأساة، في ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في يعني كل يعني هذا اللقاء يؤكد على هذا. وأتصور أن هذه المأساة وهذه المجازر في غزة دفعت بهذا اللقاء بتؤكد على تقارب وتلاقي الرؤية المصرية والرؤية التركية تجاه مختلف القضايا، وخاصة في القلب منها أو في المقدمة قضية غزة. يعني على ذكر القضايا الدولية أستاذ طارق البرنيسي، كيف تسهم هذه الزيارة في تعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة وفي التعامل مع القضايا الساخنة داخل الإقليم؟ يعني هذا التلاقي على مستوى القمة السياسية لا شك أنه يحقق مزيد من الفهم، مزيد من بلورة الرؤى المشتركة، مزيد من التقارب في هذه الملفات التي أشرتم إليها، مزيد من العمل على ذلك التنسيق الاستراتيجي. لا شك أنه في العلاقات الدولية ليس هناك يعني علاقات مثالية، وليس هناك في العلاقات التي تجمع ما بين الدول وبعضها البعض ذلك التطابق الكامل وذلك التماثل، وتصبح الدول يعني صور كربونية في مقارباتها وفي معالجتها وفي كل علائقها. ولكن الحديث عن ذلك التنسيق، التنسيق الاستراتيجي، التقارب الاستراتيجي، الأرضية التي يعني القدر الحد الأدنى من ذلك التلاقي في مختلف القضايا، والتي تنبع من إيمان ونفس المقاربة تجاه هذا التنظيم الدولي، هذه العلاقات الدولية، القانون الدولي العام، الرؤية في تحقيق الاستقرار، الرؤية في تحقيق التنمية، الرؤية في مزيد من التقارب وتحقيق مزيد من الاستثمارات البينية وتحقيق الاستقرار. هذا هو ما يجب أن يعني تتسم به علاقات الدول ببعضها البعض. ولكن لا شك أنه تمت مساحات ضيقة أخرى جانبية في مقاربات أخرى، في رؤى أخرى، وهذا لا ضير فيه. ولكن هذا اللقاء التاريخي المهم الذي جمع ما بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان ويحقق ذلك الفهم، ذلك التلاقي، خاصة أن يعني الدولتين كبيرتان لهما وازنتان لهما ذلك الثقل، ليس فقط الثقل الثقافي والحضاري الماضوي القديم، وإنما أيضا في هذه المرحلة تركيا ومصر يعني دولتان كبيرتان، وعندما يحدث هذا التلاقي كله آثاره على تحقيق الاستقرار، النفع على الشعبين، النفع على هذه المنطقة، والنفع والاستقرار وضمان ألا تحدث يعني موجات اضطراب أو عدم استقرار نتيجة للتلاقي ونتيجة لتبادل الرؤى ونتيجة للوقوف على هذه الأرضية الواحدة. أتصور الآتي، أتصور أنه يعني هذا التلاقي يدشن لهذه ذات الفصل الجديد لهذه المرحلة الجديدة، خاصة المنطقة تجابه تحديات لم تحدث من قبل. فمن الضروري أن تكون يعني هاتان الدولتان الوازنتان فيهما هذا اللقاء والتلاقي الاستراتيجي على مستوى القيادة، تتسلح بذلك التوفيق، تتسلح بذلك التوافق، تتسلح بذلك التنسيق في المواقف، لأنه يعني من المهم جدا الوقوف في هذه اللحظة التاريخية المفصلية على هذه الأرضية التوافقية التي يعني تضمن تحقيق الاستقرار، تضمن عدم
وجود أي مؤشرات أو عوامل فتنة، عوامل إرهاب، عوامل مشاكل، نعرات إثنية إلى غير ذلك من أمور شتى يمكن تفاديها وتجنبها منعا لحدوث تلك الاضطرابات التي تسبب عدم الاستقرار وسوء التفاهم. وتصور أن مصر هذه الدولة الكبيرة الوازنة في هذه العلاقات الخارجية الآن في عهد فخامة الرئيس السيسي يتدشن لهذه المرحلة التي فيها ذاك التعاون والتفاهم المشترك والعمل والحرص والاستماتة على تقديم الحلول الدبلوماسية والسياسية لكل ما يظهر من أمور أو مستجدات. ولكن في علاقات الدول أتصور أنه بشكل عام أي أمور أو ملفات أخرى ثانوية عالقة لا تقوى أبدا على أن تمس أو تعكر من صف هذه العلاقات البينية الكبيرة، وذلك الحرص من القيادتين على تدشين هذا الفصل الجديد في هذه العلاقات ما بين القاهرة وأنقرة. الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على وحدة الموقف بين مصر وتركيا حيال التطورات الأخيرة في قطاع غزة. يعني كيف ترى هذا التطور في المواقف، وكيف تمثل هذه الوحدة من دعم في سبيل حلحلة هذه القضية والوصول سريعا إلى حل لهذه المشكلة التي تدور الآن في غزة؟ مهم جدا هذا اللقاء، وأتصور أنه هذه الأزمة وهذه الكارثة وهذه المذبحة التي يشاهدها العالم ولا يحرك ساكنا للأسف الشديد، من الضروري أن تكون يعني الدولة المصرية الدولة الوازنة الإقليمية الكبرى والدولة التركية الوازنة أيضا في منطقة الشرق الأوسط عندما يعني يلتقي وتتوافق رؤية الكبار هذه الدول المهمة في هذه المنطقة، هذه الرؤية لها آثارها لا شك في ذلك. وتصور أن الدولة المصرية يعني هي عندما توسع من مروحة علاقاتها الخارجية وتحركاتها واتصالاتها وتواصلها مع كل الأطراف إقليميا ودوليا من أجل تدشين وبلورة هذه الرؤية تجاه هذه القضية المزمنة. تصور العالم الآن وهذه المنطقة بتموج بهذه المتغيرات وهذه الجوائح السياسية وهذه الكوارث الاستراتيجية، وهذه المنطقة يعني أصبحت كبحر اللجي يعني يموج بهذه التغييرات العميقة وهذه الأمواج المتلاطمة الكارثية والتي تهدد هذه المنطقة لا شك في ذلك تهديدا أصبح وجوديا، ويراد إعادة رسم يعني خريطة الشرق الأوسط من جديد. فلا بد أن تتواجد وبقوة الدولة المصرية والدولة التركية ولهما هذه القدرة وهذه المكنة وهذا التاريخ وهذه الاستطاعة وتلك وذاك الحول والقوة في تحديد وعدم فرض يعني أجندات أو مخططات. بكل تأكيد أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا. أوضح الرئيس السيسي أنه تبادل مع نظيره التركي وجهات النظر حول الأزمة الليبية، واتفق على التشاور بين مؤسسات البلدين لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار. كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الرئيس السيسي إنه ناقش مع نظيره التركي كذلك الأوضاع في سوريا، وأكد التطلع إلى التوصل لحل تلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوق. ورحب الرئيس السيسي بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا في ظل استهداف تحقيق الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفقا لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب. ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا، وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوق. وأرحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا، حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفقا لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه استعرض مع نظيره التركي الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، كما بحث باستفاضة الأوضاع في القرن الإفريقي وخاصة بالصومال، حيث تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه. كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، وبحثنا أيضا باستفاضة الأوضاع في القرن الإفريقي وخاصة بالصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه. وخلال المؤتمر الصحفي أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته باستضافة الرئيس السيسي في أنقرة، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة للقاهرة كانت نقطة تحول في العلاقات مع مصر. أعرب عن سعادتي باستضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بلدي تركيا، ومرة أخرى أرحب بفخامته في حضوركم هنا باسمي وباسم الشعب التركي. لقد أظهر فخامة الرئيس لطفا كبيرا خلال زيارتي للقاهرة في فبراير شباط الماضي، واستقبلنا بحفاوة بالغة، وكانت زيارتي للقاهرة نقطة تحول جديدة في علاقاتنا. لقد حافظنا على حوارنا وتعاوننا على أعلى مستوى منذ ذلك الحين. هذا ولفت الرئيس التركي إلى سعي بلاده لمواصلة تطوير العلاقات مع مصر في المجالات كافة، لا سيما في مجالات التجارة، كون مصر من أكبر الشركاء التجاريين. إننا نواصل تطوير تعاوننا في كل المجالات إلى أبعد من ذلك من خلال زيارتي أخي العزيز. لقد لدينا تاريخ مشترك وعلاقات صداقة وثيقة مع مصر تعود إلى قرون مضت، وفي العام الماضي سنحتفل وفي العام المقبل سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية. تركيا ومصر دولتان عريقتان كانتا مهد الحضارات التي شكلت تاريخ البشرية. نحن نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة والمتعددة الأبعاد بين بلدينا من خلال جهودنا المشتركة، ويسعدني أيضا أن أرى ثمار عملنا هذا. خلال لقائنا مع الرئيس السيسي في القاهرة قررنا إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. لقد عقدنا الاجتماع الأول لهذه الآلية اليوم، ومن خلال إعلاننا المشترك أكدنا إرادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة. تشكل التجارة والاقتصاد البعد الأقوى لتعاوننا، وفي السنوات العشر الماضية واصلنا من أن نكون من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر، ونحن نتحرك بإصرار نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم تجارتنا إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
أكد الرئيس التركي أن علاقات مصر وتركيا لها أهمية بالغة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا الموقف المشترك مع مصر بشأن ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة. وقدم الرئيس أردوغان الشكر لمصر على موقفها لدعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. إن مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أهمية بالغة، واتفقنا في اجتماعاتنا على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وخاصة قضية غزة. ومن الطبيعي أن يكون الوضع الأخير في فلسطين في قلب مناقشاتنا. لدى تركيا ومصر موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية. إن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرا وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في أقرب وقت ممكن وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لا يزال يمثل أولوياتنا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور حامد. زيارة في غاية الأهمية في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، كيف تسهم هذه الزيارة في حلحلة هذه المواقف الدولية المتشابكة؟ أهلا بحضرتك أستاذ عمرو، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. طبعا هي زيارة بتؤثر لواقع جديد وبتؤسس لصفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، على اعتبار أن العلاقات المصرية التركية هي علاقات قوية وراسخة وثابتة تاريخيا، وأيضا هناك الكثير من التشابكات والتعقيدات في المشهد العربي والإقليمي، تحتاج إلى قوى إقليمية وازنة وقوية قادرة على لعب أدوار مهمة لفك الطلاسم في المشهد العربي والإقليمي المركب والمعقد، والذي يحتاج إلى توافر الإرادة السياسية اللازمة بين دولتين كبيرتين قادرتان على صناعة الفارق في إيجاد مشهد دولي مختلف، وأيضا الوقوف في مواجهة التحديات اللي بتواجه الأمن القومي العربي والإقليمي بشكل عام. وده اللي شاهدناه من خلال رغبة وإرادة سياسية مشتركة بين قادة الدولتين على مستوى الدبلوماسية الرئاسية للسعي وبكل قوة إلى إيجاد أرضية مشتركة تكون دافعة للعمل العربي والإسلامي، باعتبار أن مصر هي الركيزة الأساسية وعمود الخيمة في المشهد العربي، وتركيا دولة وازنة ولها ثقل سياسي في محيطها الإقليمي والإسلامي. وبالتالي هذه التوجهات المصرية التركية ستكون دافعة لحلحلة المشهد المعقد فيما يخص القضية الفلسطينية. وشاهدنا التصريحات الخاصة من الرئيس التركي الذي أكد على أن ما يحدث في غزة هو في قلب المباحثات المصرية التركية، وبالتالي في ظني وتقديري أن هناك الكثير من التفاهمات التي ستخدم القضايا العربية بشكل عام، القضية الفلسطينية، التفاهمات في ليبيا بشكل كبير ستؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. أيضا شاهدنا في الفترة الأخيرة تقارب تركي سوري، وهذا التقارب سيصب في مصلحة الأمن القومي العربي واستقراره، بالإضافة إلى الأوضاع في الصومال والأوضاع في السودان، وأيضا مشكلة الأمن القومي الإقليمي بشكل عام ومكافحة الإرهاب، كلها قضايا ملحة تحتاج إلى تكاتف الجهود المصرية التركية للسعي وبكل قوة إلى حلحلة هذه المشاهد المعقدة. نعم دكتور حامد، يعني بالنسبة لهذه الوحدة وهذا التقارب الشديد بين مصر وتركيا وتحديدا في هذه الفترة ومساهمته في العديد من القضايا في المنطقة العربية وفي التطورات فيما يخص غزة وسوريا، ولكن الوضع في غزة الآن، يعني كيف يسهم هذا التقارب في مزيد من الحلحلة، مزيد من الحل، خاصة وأن الدولتان يعني لهما مواقف مشابهة وأيضا يؤكدان على وحدة الموقف فيما يخص هذه القضية تحديدا؟ طبعا يعني القاهرة ومنذ اللحظة الأولى تحركت وبشكل قوي جدا على كافة المسارات والاتجاهات للسعي وبكل قوة إلى حلحلة المشهد المعقد في غزة، بدءا وأنا لابد أن أشير إلى ذلك، لأن الانتقال من مرحلة الواقع العربي و
الدور العربي المهم إلى مرحلة الواقع الإسلامي والدول العربية، وثم بعد ذلك الانتقال إلى العالم والمجتمع الدولي بشكل عام. هذا ما شاهدناه عندما عقدت قمة القاهرة للسلام. هذه القمة شاركت فيها 31 دولة وثلاث منظمات أممية. هذه القمة كانت هي اللبنة الرئيسية التي عقدت بعدها مباشرة القمة العربية الإسلامية بمشاركة 57 دولة، وكان في لقاء على هامش هذه القمة مع فخامة الرئيس السيسي ورئيس التركي، وأكد سويا على ضرورة حقن دماء الفلسطينيين والسعي وبكل قوة إلى وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ونتج عن ذلك تشكيل لجنة وزارية عربية إسلامية جابت كل دول العالم وانتقلت بشكل كبير وبشكل متوازن. وهذا ما ظهر في إيجاد ظهير حقيقي دعم للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موافقة 143 دولة. والأول مرة يا أستاذ شهاب بنرى أن الدول الأوروبية الموافقة على ذلك هي 12 دولة أوروبية، ودي دليل قاطع على تأثير الموقف العربي والإسلامي في المشهد الدبلوماسي والسياسي الدولي. وأيضا هناك الكثير من المشاريع التي قدمت في مجلس الأمن من المجموعة العربية للسعي وبكل قوة إلى إيجاد تفاهمات دافعة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل طبعا المواقف المتخاذلة من المجتمع الدولي وضعف الإرادة الدولية لوقف هذه الحرب والتعنت الإسرائيلي الواضح الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية والذي يحتاج إلى توافر كل الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية وعدم السماح لنتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية من جذورها. نعم دكتور حامد، يعني التعاون في المجال الاستراتيجي بين البلدين والاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، يعني ما أهمية هذا التعاون والنتائج المتوقعة منه في الفترة القادمة؟ سؤال مهم جدا يا أستاذ عمرو، لأن هذا التعاون سيؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية. بظني وتقديري أن هذه الزيارة أيضا وقبلها زيارة الرئيس التركي للقاهرة في فبراير الماضي كانت تؤطر لشراكة استراتيجية ونقلة نوعية في العلاقات المصرية التركية لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتصل أيضا لتحقيق هدف رئيسي وهو الكل فائز أو الكل رابح من هذه المعادلة وتحقيق المصالح المتبادلة ليس فقط للشعوب البلدين الشقيقين المصري والتركي ولكن لشعوب الأمة العربية والإسلامية. وبالتالي هناك قضايا ملحة تحتاج إلى أن يكون هناك تعاونا استراتيجيا رئيسيا. من أهم هذه القضايا بعد طبعا القضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا هي القضية الليبية. يعني القضية الليبية هي من أهم القضايا اللي لابد أن يكون هناك توافقا مصريا تركيا حقيقيا للسعي وبكل قوة إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأشار الرئيس السيسي لجملة مهمة جدا في خطابه، كانت جملة مؤثرة وواضحة لحجم التفاهم الذي سيكون عليه الموقف المصري والتركي فيما يخص القضية الفلسطينية، وهي ضرورة أن يتم يعني إخلاء ليبيا من كافة المقاتلين الأجانب والسعي وبكل قوة إلى توحيد المؤسسة العسكرية وتوزيع عدد الثروات، وهي مبادرة القاهرة اللي تم الإعلان عنها في 6/6/2020 من قبل الدولة المصرية بوجود قيادات ليبيا والمؤثرين في المشهد الليبي. كل ذلك يؤكد على أننا قاب قوسين أو أدنى من انتقال العلاقات المصرية التركية لخدمة القضايا العربية. وأيضا فيما يخص المشروع الأهم جدا وهو مهم جدا للجانب التركي، وهي أن تكون تركيا جزء رئيسي في معادلة الغاز في شرق المتوسط بعد تدشين منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها القاهرة. وأيضا القاهرة ستلعب أدوار مهمة جدا في الفترة القادمة للسعي وبكل قوة إلى تقريب وجهات النظر بين الجانب التركي والجانب القبرصي واليوناني والسعي إلى ترسيم الحدود البحرية. كل هذه المعطيات القاهرة تمسك خيوط المشهد الإقليمي في إطار حرصها وبشكل كبير على ألا يتم تصعيد الأمور في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية من خلال رؤية استراتيجية واضحة بالتعاون مع الجانب التركي.
نعم دكتور حامد، يعني اسمح لنا أن نستغل هذه الزيارة المصرية إلى تركيا والجهود الدبلوماسية المصرية ليس فقط في الإقليم العربي أو المنطقة العربية فحسب، وإنما أيضا هناك جهود مصرية عديدة على مجال الدبلوماسية الخارجية، ومنها زيارات متعددة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العديد والعديد من الدول في المنطقة وفي الإقليم. كيف تقيم هذه الزيارات المختلفة لتعزيز التعاون والتفاهم بين مصر ومختلف الدول في الإقليم العربي والمنطقة وأيضا القرن الأفريقي؟ يعني في ظن وتقديري لم تشهد رئيس على مستوى الدولة المصرية، وهذا ليس نفاق، حجم قوة علاقات دولية كما نشهد في عهد رئيس السيسي. القيادة السياسية الحالية نجحت في توسيع وتنويع شراكتها الاستراتيجية بشكل كبير، سواء شرقا جنوبا غربا، ومع كل القوى الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، على مستوى الاتحاد الأوروبي. مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشنغراد كأول رئيس عربي شرق أوسطي يشارك في هذه القمة، يعني الكثير، تكريمه في الهند في الزيارة الأخيرة واعتباره ضيف شرف رئيسي في احتفالات الجمهورية الهندية 75. كل هذه المعطيات تؤكد وبشكل كبير على أن الدولة المصرية بتتحرك في إطار وعيها وإدراكها أنها لابد أن تكون هناك مصالح استراتيجية مشتركة مع الكثير من الدول. وأيضا حتى على المستوى الأفريقي، القاهرة كانت من أكثر الدول الداعمة إلى استقرار منطقة القرن الأفريقي. التوافق بين مصر وتركيا في ألا يتم تهديد أمن الشقيقة الصومال باعتبارها جزء رئيسي في معادلة الأمن القومي العربي، وعدم تهديد الملاحة في البحر الأحمر، كل ذلك يؤكد على أن القاهرة بتتحرك في إطار حرصها على خفض التصعيد، في إطار دورها الريادي وبسياسة متزنة وبسياسة القدم الثقيلة الراسخة الثابتة الغير مهتزة، وتتحرك بثقل كبير في إطار أنها قادرة على حماية الأمن القومي العربي، قادرة على حماية الأمن القومي المصري. وإذا أضفنا الثقل المصري الكبير للثقل التركي الكبير، هذا سيؤكد قولا واحدا على أن الفترة القادمة من الممكن أن تشهد اختراقات حقيقية لتحقيق الأمن القومي العربي وعدم تهديده من أي قوى إقليمية أو أفريقية أو دولية. بكل تأكيد دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وأشار البيان إلى أن عام 2025 يمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، حيث تعرب الدولتان عن إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في كل المجالات إلى الاستراتيجي واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين. وأشار البيان إلى أن مصر وتركيا تعربان عن القلق العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وعنف المستوطنين، فضلا عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية. وتدعوان المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكد البيان أن مصر وتركيا تؤكدان دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها. وتعيدان في هذا السياق التأكيد على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. We'll be right back.
مشاهدينا وإلى أخبار آخر أخبار الشأن المحلي. عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ووزير العمل محمد جبران اجتماعا لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس السيسي بضم 8,500,000 منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والتشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة تباعا خلال المرحلة المقبلة. كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارتين فيما يتعلق بوحدات التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل. بحث وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو مع سفير كازاخستان لدى مصر خيرت لاما شريف أطر التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والإبداعية. بحث اللقاء تبادل الخبرات الفنية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة، كما تطرق اللقاء إلى بحث المشاركة في فعاليات الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي لاكتاب 2025. وقال وزير الثقافة إن العلاقات الثقافية بين مصر وكازاخستان تشكل جزءا أساسيا من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا على أهمية التبادل الثقافي الدولي كوسيلة لتعزيز التفاهم بين الشعوب. واصلت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لرفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة. واستهدفت المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني محافظة دمياط، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الزرقاء المركزي ومستشفى حميات دمياط، حيث تم تفقد عدد من الأقسام والوحدات للتأكد من توافر كافة المستلزمات والاحتياجات ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة. قال محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج إن الفرص الاستثمارية بالمحافظة تتميز بالتنوع، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية بنظام المشاركة وعدد آخر من الفرص بنظام حق الانتفاع. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار اللواء حسام الدين جعفر، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها بالمحافظة. كما ناقش الاجتماع سبل تيسير الإجراءات على المستثمرين والعمل على تسريع وتيرة دعم الاستثمار. وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والمشروعات المتوقفة لتحقيق أقصى استفادة منها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة. وخلال اجتماعه مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق، شدد محافظ أسيوط على ضرورة النزول الميداني ومتابعة أعمال التنفيذ والتشطيبات النهائية وغيرها
بالمشروعات ورصد الملاحظات أولا بأول لتلافيها وتذليل التحديات، لافتا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات سواء من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو التقارير الفنية التي توضح آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء. تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عددا من القطاعات الخدمية داخل مركز ديرامواس، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضمنت جولة المحافظ تفقد عدد من المخابز البلدية والتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم ومطابقته للمواصفات من حيث الوزن والجودة، كما تفقد محطة مياه دير مواس المرشحة الجديدة وتابع سير العمل فيها من أجل تقديم مياه نظيفة وذات جودة عالية للمواطنين. وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بضرورة متابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير كافة القطاعات الخدمية. كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعداد لتدشين المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية. وأكد المحافظ ضرورة أن تستهدف الأنشطة جميع فئات المواطنين من أهالي المحافظة وأن يستفيد من خدمتها كل فرد من أفراد المجتمع. كما أشار المحافظ إلى أن المبادرة ستشمل إطلاق قوافل طبية وتوعوية ومعارض للسلع والحرف اليدوية وخدمات السجل المدني وفعاليات ثقافية ترفيهية وأنشطة ودورات تدريبية وتوزيع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة. كنت معكم عمرو شهاب، في أمان الله.